لإعادة صيانة العلاقة الاقتصادية في الأمة على أسس سليمة، توحيد السعر. الدعم يصل إلى مستحقيه ولا يصل من خلال أنا أدعم بنزين. مين يقول أنا أدعم بنزين لعربية الفريق؟ مين يقول كده؟ مفيش منطق في العالم يقول كده. لكن كنا أحيانا تحت زعم دعم الفقراء ويأخذ أموال الأغنياء. هذا شيء، ولذلك الذي يطمئني الآن إذا كان على رأس الأمة رجل سقطوا الأقدار في هذه المرحلة، وكلنا نعلم وطنياتنا رئيس عبد العزيزي، فعلى رأس هذا الحزب رجل ربنا أعطاه من الحكم والحنكة، وكان على رأس الجهاز التشريعي في البرلمان الآن. إذا نحن نأمن أن هذا البرلمان سيتخذ من التشريعات الكفيلة التي تحقق نوعا من الاستقرار الذي يحقق نوعا من التنمية، التنمية الشاملة والمستدامة التي لا تكون في مكان على حساب مكان آخر، والتي لا تكون في جيل على حساب جيل آخر. حلقات الالتزام التي نشدها والتي نبحث عنها في الأيام.